كم تفرح بكم دنيانا يسكنها نور وبهاء يملأها ترتيل أمانا ويحف الأفئدة ضياء من وحي الآيادنا نهلتم وجنيتم عذبا نبني بهداه الأوطان ندفع بالآيات شرورا ننعم في أمن وأمان ما أحلاك كويت الحور يا وطنا يرعى الحفار وأميرك بنقاء القلب ليست فيه إلا الفار هيا نتسابق فيهما نتلو نحفظ نتدبر نمضي بالآي إلى القمة ما أجمل هذا المنظر يا أهل القرآن سلاما أنتم في العالم البراس فاقرأ يا حافظ وتسامى وارفع بالقرآن الراس. هذه الأبيات مما تقادم من شعر منشدكم أنشأها نصحا لجماعة من الآخذين عنه وجعل اسمها تحفة الملاطفة في نصح الصحبة الملاطفة وسياقها المتصل. الحمد لله على الإيمان ونعمة التوفيق للبيان ثم الصلاة أردفت سلامي على النبي والآل في الدوام وبعد إن هذه ملاطفة قد صوتها لصحبة الملاطفة منسوجة من غير ما تكلف أو عجمة لوثاء أو تعسف نصيحتي في الله يا إخواني أن تطلبوا العلم بلا تواني وتلزموا في أخذه التأني وتحذروا من زلة التمني فمن يسر تريثا ينال ما دونه تساقط الرجال ومن يكن معجلا يميل عن مهيع التعليم ذا هزيل فلتدرسوا من المتون ما اشتهر فإنما التحصيل أخذ بالأثر وحاذروا من حصره بما شهر فربما النفع ليس يشتهر وإنه من يعلم المشهور يزيده أن يعلم المستور ومن رقى في العلم بالتدرج فقد على سابلة التخرج لا تضجروا من كثرة الإفادة فإنها مع حسنها عبادة أو تجزعوا لفتية تغيب فحظهم يحوزه الأريب فلتأخذوا من درسنا الغوالي وثافنوا في مثله العوالي
ومن يرد أن يترك الدروس فشأنه لن نملك النفوس، لكن ما ليحذر الإصابة بزيغة الحياة والرتابة، فيترك التشمير والتعلم ويلتهي برفقة لن تنعما. كم طالب تراه للعلوم مهيئا لجودة الفهوم، مضيعا لنفسه لما صحب أولي بطالة إليه منسحب، فلم يفق من سكرة المقارنة حتى رأى مقدما من قرنه، فيشتم الشيوخ والأحوال وهو الذي بالاختيار مالا. يا ضيعة العمر في سفاهة من صحبة تجني على النباهة، فلتحفظوا نصيحة العصيم فإنها السبيل نحو الريم، ستشرق الأيام بالحقائق ويحمد الخذول عزم السابق، ستشرق الأيام بالحقائق ويحمد الخذول عزم السابق. بالعطاء تجد السعادة في الخطى، وتعيش حياتك هانيا بالصالحات لتربطا، بالصالحات لتربطا. أحسن لغيرك بالعطاء تجد السعادة في الخطى، وتعيش حياتك هانئا بالصالحات لتربطا، بالصالحات لتربطا. كم من أناس كالمطر مروا وقد تركوا الأثر، لله ساروا مخلصين فنعم دار المستقر، فنعم دار المستقر. وتعيش حياتك هانيا بالصالحات لتربطا، بالصالحات لتربطا. تخفي يمينك بذلها وغدا ينالك ظلها، وغدا ستدنو جنة للمحسنين فملها، فملها. أحسن لغيرك بالعطاء تجد السعادة في الخطى، وتعيش حياتك هانئا بالصالحات لتربطا، بالصالحات لتربطا. هذا عطاؤك أثمر في كل سنبلة ترامية، تضاعف للذي بذل القليل فأثمر، بذل القليل فأثمر. السعادة في الخطى، وتعيش حياتك هانيا بالصالحات لتربطا، بالصالحات لتربطا. فاجعل حياتك سلما بطموح آخرة سما، العيش عمر واحد ذكرك في السماء. أتنشد موردا عذبا ومن روحي به
يخمد. أتنشد موردا عذبا ومن روحي به يخمد، وترقى سلم الخير ويسعد قلبك المجهد، ونورا لا أفول له به تسعى وتسترشيد. فلا أروى من الوحي ربيع فؤادك الأجرد، فهاك الجمع كي تروى وقنديلا به تهتد. تذوق الشهد بل أحلى حديث نبينا أحمد، نعيم ليس يدركه سوى من كان في المشهد. كأن نعيما المجمر يعطر ذلك المسجد، ويأتي بعده شيخ لقيل خليله يسند. صلاة الله مدرارا سلام للذي أرشد، بها الأرواح تنشرح وذكر في الملا يحمد. فكل الركب متبعا ووصل الحب فلتقصد، وجد السير مرتقبا ختام الجامع العسجد، وجد السير مرتقبا ختام الجامع العسجد. وإن ولا فخر قوم إذا ذكرنا تداعت حسان الشيم، نمد يد العون للمبتدي ونسعف قلبا كواه الألم، ونسعف قلبا كواه الألم. نحقق حلما بدا معضلا ونمسح دمعا هما والسجى، ونحن لذي العجز متكأ إذا خر عزم وزلت قدم، إذا خر عزم وزلت قدم. وإن على العهد حتى نرى مباوينا في أعالي القمام، وحينئذ سوف نعطي المزيد ونهدي الجميل بغير سآم، ونهدي الجميل بغير سآم. مقصد الأنعام إظهار الحجج لديننا
الحق وإبطال اللجاج فأرسل الرسل بذاك تخبروا أعرفوا إذ هم بشروا وأنذروا أعرفوا إذ هم بشروا وأنذروا وبعدها الجهاد بالأموال قد جاءنا في مقصد الأنفال لكن بالنفس الجهاد مقصد في توبة قد جاءنا فلتهتدوا فواجهت يونس ابتليها تشكيك أهل الكفر والتشويها وهود بعد واست الدعاة من الأذى كي يرزق الثبات وحينها يهون كل غالي بحبه يوسف كالمثال وسورة الرعد أتت ليطمئن بحب مولاه الذي قد امتحن مقصد إبراهيم ترغيب الملا في حبه سبحانه جل علا في الحجر حفظ الله للعباد المخلصين القصد للإسعاد فلنشكر الله على كل النعم لكي تدوم مقصد في النحل عن بيان ما للخلق من كرامة مقصد الإسراء بعد الاستقامة. لكنه الرحمن تسبق الغضب رحمته ولا يعد ما وها وأعظم العذاب يوم الواقعة كذا النعيم في الجنان الواسعة تبلغ في الحديد بالإنفاق في الخير والعلي بالاستباق حسن اختيار من تناجيه وقع مع أدب النجوى بقصد قد سمع فمن على غير الإله اعتمدا يخذل هو العكس بحشر قصدا ولاء والبراء في الممتحنة لمن له نفوسنا مرتهنا صف تدعو المؤمنين للولا بينهم في الله جل وعلا حفظ خصائص لهذه الأمة ومنح لها أتى في الجمعة في الفرقة المنافقون اجتهدوا فأنزلت في فضحهم وفندوا والاجتهاد مقصد التغابن فاحذر من الفتور والتهاون ثم الطلاق قصدها حفظ الأسر من هدمها بالظلم حيث لا يقار في حق زوجات كذا التحريم من بعد كي تهذب الحريم سبحانه حق أتى في الروم والإبان لا ندري متى بحكمة بالغة تحدد أوصافه لقمان حقا تشهد فالصبر والحلم مع الأناءة لحين نصر مقصد للسجدة فالصون والتكريم للجناب النبوي مقصد الأحزاب
سمام حمد شرف إهانة في سبأ بيده سبحانه. مراتب للناس قد تفاوتت وفاطر لتستبينها أتت. وبان في ياسين ذا وظهر بيوم بعث ليس فيه يمترى. وخص مخلصون بالصفات لأنهم أشرف مخلوقات. ومن يكن بالصبر قد تحلى سما في صاد مقصد تجلى. إظهار حب الله مع لوازمه ذا مقصد في زمر لعالمه. والقلب في غافرنا يصفى من شر الاستكبار حتى يشفى. بهذه الخصال للسعادة فصلت الأصول للسيادة. فصلت الأصول للسيادة. واشتياق لا يحاد. فيا حب فيا وجد واشتياق لا يحاد. يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشدو. يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشدو. فيا حب فيا وجد واشتياق لا يحد. يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشدو. أنت للعالم رحمة جئت تمحو كل ظلمة. أنت للعالم رحمة جئت تمحو كل ظلمة. نحن يا خير رسول بك صرنا خير أمة. نحن يا خير رسول بك صرنا خير أمة. فيا حب فيا وجد واشتياق لا يحد. يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشدو. حبك الساكن فيا لم يزل يهمي علي. حبك الساكن فيا لم يزل يهمي علي. بهجة في الروح فاضت وسلاما أبديا. بهجة في الروح فاضت وسلاما أبديا. فيا حب فيا وجد واشتياق لا يحد. يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشدو. صلي يا ربي عليه واسقنا من راحتيه. صلي يا ربي عليه واسقنا من راحتيه. ذابت الروح وتاقت وبكت شوقا إليه. ذابت الروح وتاقت
وبكت شوقا إلي. هي حب في وجد واشتياق لا يحد، يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشدو. مذ دعا من نور داعي رددت كل البقاع، مذ دعا من نور داعي رددت كل البقاع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. تساقط دمعها الله أكبر من لظى الأحزان. قل للفؤاد إذا تعظم كربه، رب الفؤاد بلطفه يرعى. في القلب يكبر إنما فرج الإله إذا أتى يغشاني. قل للأسى في القلب يكبر إنما فرج الإله إذا أتى يغشاني. تحرقه حرارة دمعة في وجنتي من خشية الديان، والخوف منهار بأنسي حينما أخلو أبوح لخالق الأكوان. والحزن يهوي إن هوى
بقيت لسجدة بنيانه متزلزل الأركان. فدع الخلائق خلف ظهرك واتجه نحو الإله الخالق الرحمن. إذا تساقط دمعها الله أكبر من لظى الأحزان. قل للفؤاد إذا تعظم كربه الفؤاد بلطفه يرعى. عليك بالتأني وأعط دون مني وسر نحو الثريا بسير مطمئن. لا لن تنال فوزا وعزا بالتمني، فلا تكن كسولا ولا تقل لو أني. بالطهر سوف تحيا علامة في الحسن، وإن أردت أنسا ففز بحسن ظني. عليك بالتأني وأعط دون مني وسر نحو الثريا بسير مطمئن. لا لن تنال فوزا وعزا بالتمني، فلا تكن كسولا ولا تقل لو أني. بالطهر سوف تحيا علامة في الحسن، وإن أردت أنسا ففز بحسن ظني. ولعلني رغم احتياجي انطوي وألوذ بالصلوات والخلوات. الناس تهجرني لعيب واحد، والله يقبلني على علاتي. ولعلني رغم احتياجي انطوي وألوذ بالصلوات والخلوات. الناس تهجرني لعيب واحد، والله يقبلني على علاتي. في قربه كل المخاوف تنجلي، في حبه أحببت حتما ذاتي. أنسيت من حلو الوصال متاعبي، وجعلت سبحان العظيم صلاتي، وجعلت سبحان العظيم صلاتي. نساقت ألف قصيدة في فهمهم، والله يعرفني بغير لغاتي. الناس عن وجعي ستغمض عينها، والله داوى موجعي بأناتي.
في قلب الرجل الأعظم وبه ثغر الكون تباسم حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم هو يا كل الناس حياة يبني يعطي يعطف يرحم ذاك محمد خير رسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هو في قلب الرجل الأعظم وبه ثغر الكون تبسم حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم صلى الله حتى أحيا في إيمان لا طائع أوجاعا وتألم إني أفديه بحياتي صلى الله عليه وسلم في قلبي لك فاض حنين وبروحي شوق يتضرم يا رب اجمعني بحبيبك يا رب اجمعني بحبيبك يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم. لا تعذليه فإن العذل يولعه قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه جاوزت في لونه حدا أضر به من حيث قدرت أن اللوم ينفعه فاستعمل الرفق في تأنيبه بدلا من عذله فهو مضن القلب موجعه قد كان مطلعا بالخطب يحمله فضلعت بخطوب البين أضلعه يكفيه من لوعة التشتيت أن له من النوى كل يوم ما يروعه ما أب من سفر إلا وأزعجه رأي إلى سفر بالبين يجمعه كأنما هو في حل ومرتحل موكل بفضاء الله يذرعه إن الزمان أراه في الرحيل غنى ولو إلى السند أضحى وهو يزمعه تأبى المطامع إلا أن تجشمه للرزق كدا وكم ممن يودعه وما مجاهدة الإنسان توصله رزقا ولا دعته الإنسان تقطعه قد وزع الله بين الخلق رزقهم لم يخلق الله من خلق يضيعه لكنهم كلفوا حرصا فلست ترى مسترزقا وسوى الغاية تقنعه والحرص في الرزق والأرزاق قد قسمت بغي ألا إن بغي المرء يصرعه والدهر يعطي الفتى من حيث يمنعه إرثا ويمنعه من حيث يطمعه أستودع الله في بغداد لطمعه
بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه ودعته وبودي لو يودعني صفو الحياة وأني لا أودعه وكم تشفع بي ألا أفارقه وللضرورات حال لا تشفعه وكم تشبث بي يوم الرحيل ضحى وأدمعي مستهلات وأدمعه لا أكذب الله ثوب الصبر منخرق عني بفرقاته لكن أرقعه إني أوسع عذري في جنايته بالبين عنه وجرمي لا يوسعه أعطيت ملكا فلم أحسن سياسته وكل من لا يسوس الملك يخلعه ومن غدا لابسا ثوب النعيم بلا شكر عليه فإن الله ينزعه اعتضت من واجه خل بعد فرقته كأسا يجرع منها ما أجرعه كم قائل ليذوق تلبين قلت له الذنب والله ذنبي لست أدفعه ألا أقمت فكان الرشد أجمعه لو أنني يوم بان الرشد أتبعه إني لا قطاع أيامي وأنفدها بحسرة منه في قلبي تقطعه بمن إذا هاج عن نوام بدت له بلوعة منه ليلي لست أهجعه ليطمئن لجنب مضجع وكذا ليطمئن له مذ بنت مضجعه ما كنت أحساب أن الدهر يفجعني به ولا أن بالأيام تفجعه حتى جرى البين فيما بيننا بيد عسرى تمنعني حظي وتمنعه قد كنت من ريب دهر جازعا فرقا فلم أوق الذي قد كنت أجزعه بالله يا منزل العيش الذي درست آثره وعفات مذ بنت أربعه هل الزمان معيد فيك لذتنا أم الليالي التي أمضته ترجعه في ذمة الله من أصبحت منزله وجاد غيث على مغناك يمرعه من عنده لي عهد لا يضيعه كما له عهد صدق لا أضيعه ومن يصدي قلبي ذكره وإذا جرى على قلبه ذكري يصدعه لا أصبرن لدهر لا يمتعني به ولا بي في حال يمتعه علما بأن اصطباري معقب فرجا فأضيق الأمر إن فكرت أوسعه عسى الليالي التي أضنت بفرقتنا جسمي ستجمعني يوما وتجمعه وإن تغل أحدا منا منيته لا بد في غده الثاني سيتبعه وإن يدم أبدا هذا الفراق لنا فما الذي بقضاء الله نصنعه فما الذي بقضاء الله نصنعه هموم الحياة جبال ثقال ولكن بذكرك همي يزول
فعند الحديث عن المصطفى لساني وثغري صفي جميل، لساني وثغري صفي جميل. إذا أسود وجهي بليل الذنوب فعند اتباعي كطرفي كحيل، وإن خار جسمي بدنيا السرى وأحسست أني أريد الرحيل، وأحسست أني أريد الرحيل. تصبرت أن بصدق المتاب سننسى جراحا برؤيا الرسول، فمن نهجك الحق تزهو الحياة وتشفى لعمري سقام الجهول. بحمد ربي يبدأ المنيرة، ثم الصلاة والسلام السيرة، على نبي اسمه محمد، أبوه عبد الله منه مفرد، أبوه عبد الله منه مفرد، وجده شيبة عبد المطلب من نسل عدنان وأصله العرب، وأمه بنت لوهب آمنة، أجداده بين قريش كائنة، أجداده بين قريش كائنة، مولده في البلد الأمين عام قدوم الفيل للتبيين، في يوم الاثنين ربيع الأول، في ثاني عشره حسابا عولي، في ثاني عشره حسابا عولي، مسترضعا أتم مع حليمة أربعة الأعوام في غنيمة، وأمه عقيب ست ماتت، وجده بعد ثمان وافت، ثم أبو طالب عمه كفل، وزار بصر الشام معه وارتحل، وزار بصر الشام معه وارتحل، من بعده متجرا في مالي خديجة فزوجه في التالي، وفي تمام أربعين أرسل للناس يهديهم لدين حملا، يدعو إلى التوحيد جوف مكة، ثلاث عشرة سنين تمت، وبعدها هجرته تعينت لطيبة ثم السيوف شرعت، لطيبة ثم السيوف شرعت. 27 غزا بالنصرة، وموته في 11 الهجرة، أزواجه بعد خديج 10، سودة ثم عائش المطهرة، سودة ثم عائش المطهرة، فحفصة زينب أم سلمة، وبنت جحش زينب المكرمة، ثم ابنة الحارث ذي جويرية، أم حبيبة ورملة هي، أم حبيبة ورملة هي، صفية ميمونة والجامعة، من نسل إسماعيل إلا التاسعة، أولاده القاسم عبد الله، الطاهر الطيب زاكي الجاهي، وزينب رقية وفاطمة، وأم كلثوم إبراهيم الخاتمة، وأم كلثوم إبراهيم الخاتمة. كالبدر إذ تجلى بمكة أهلها.
حل وخيره قد حل وخيره قد حل وخيره قد حل. أضاء عام الفيل بمولد الخليل والشهر في تهلل شهر ربيع الأول والشهر في تهلل شهر ربيع الأول. يتمن أراد الله فما رأى أباه قد مات قبل ضمه وهو ببطن أمه قد مات قبل ضمه وهو ببطن أمه. وجه بدا فجلى كالبدر إذ تجلى بمكة أهلى وخيره قد حلى وخيره قد حلى وخيره قد حلى. وأمه ذات النسب آمنة بنت وهب ومن بني زهرة من أزكى قريش خيرهن قد ماتت بابتلاء في قرية الأبواء وهو صغير عمره ست يفيض خيره ست يفيض خيره. والجد قد راق له بين الورى بجله أعطاه من حنانه معتنيا بشانه. وجه بدا فجلى كالبدر إذ تجلى بمكة أهلى وخيره قد حلى وخيره قد حلى وخيره قد حلى. فصل يا رب على محمد خير الملا وآله ذوي العلا وصحبه ومن تلا وصحبه ومن تلا. حفاظ الوحي شذا الريحان وعبير الكون مدى الأزمان فلتدعو الحنان المنان أن أكرمني في من يا ربي هديت ولهم أحييت. يا من بالآية تغنى قد لامس صوتك من أنى فشفى التحذير معنى وبكى يرجو من أغنى. يا من أغنيت يا من أغنيت فلتمضي لربك في إخبات ولتشفي جروحك بالصلوات وتسبح ربك في الخلوات وترتل في بيتك آيات ليضاء البيت ليضاء البيت ولتسأل ربك لقياه وتشد رحالك لله ما خاب محب ناجى وتضرع في باب علا رباه أتيت رباه أتيت. سيقول يقينك لا تأسى إذ تمحو الرحمات البأس سيطهر قلبك والنفس سيجيب دعاءك لن ينسى. كم أنت بكيت كم أنت بكيت سيحبك من في الأرض تراه يفوح العطر بطيب شذا ستذكر في علياء سما وستعرف أنت ولي الله وبه استكفيت وبه استكفيت.
عبدي قد أخلصت منقى ما كان جزاؤك أن تشقى قد عشت وقد كنت الأنقى وينادي الله لكي ترقى طبت وحييت طبت وحييت حفاظ الوحي شذا الريحان وعبير الكون مدى الأزمان فلتدعو الحنان المنان أن أكرمني في من يا ربي هديت ولهم أحييت. حفاظ الوحي شذا الريحان وعبير الكون مدى الأزمان فلتدعو الحنان المنان أن أكرمني في من يا ربي هديت ولهم أحييت. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة فانظر وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة انظر إلى الشمس التي جذوتها مستعرة فيها ضياء وبها حرارة منتشرة من ذا الذي أوجدها في الجو مثل الشررة ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة انظر إلى الليل فمن أوجد فيه قمرة وزانه بأنجم كالدرر المنتثرة ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة وانظر إلى الغيم فمن أنزل منه مطره فصير الأرض به بعد غبرار خضرة ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة وانظر إلى المرء وقل من شق فيه بصره من ذا الذي جهزه بقوة مفتكرة ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب ولا ينال العلا من طمعه الغضب ومن يكن عبد قوم لا يخالفهم إذا جفوه ويسترضي إذا عتبوا قد كنت فيما مضى أرعى جمالهم واليوم أحمي حماهم كلما نكبوا لله در بني عبس لقد نسلوا من الأكارم ما قد تنسل العرب لا إن يعيبوا سوادي فهو لي نسب يوم النزال إذا ما فتني النسب إن كنت تعلم يا نعمن أن يدي قصيرة عنك فالأيام تنقلب اليوم تعلم يا نعمن أي فتى يلقى
أخاك الذي قد غره العصب. إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند تقلب في أنيابها العطب. فاتا يخوض غمار الحرب مبتسما وينثني وسنان الرمح مختضب. إن سل صارمه سالت مضاربه وأشرق الجو وانشق له الحجب. والخيل تشهد لي أني أكفكفها وأطعن مثل شرار النار يلتهب. إذا التقيت الأعادي يوم معركة تركت جمعهم المغرور ينتهب. لي النفوس وللطير اللحوم وللوحش العظام وللخيلة السلب. لا بعد الله عن عين غطارفة إنسا إذا نزلوا جنا إذا ركبوا. أسود غاب ولكن لا نيوب لهم إلا الأسنات والهندية القضب. تعد بهم أعوجيات مضمرة مثل السراحين في أعناقها القبب. ما زلت ألقى صدور الخيل مندفقا بالطعن حتى يضج السرج واللبب. فالعمي لو كان في أجفانهم نظر والخرس لو كان في أفواههم خطب. والنقع يوم طراد الخيل يشهد لي والضرب والطعن والأقلم والكتب. والضرب والطعن والأقلم والكتب. والضرب والطعن والأقلم والكتب. فأسلمت خديجة زوجته الشريفة وأول الرجال صديق ذو الخصال. صديق ذو الخصال. صديق ذو الخصال. وأول الصغار علي بابتدار. وأول الموالي زيد بلا جدال. دعا بدار الأرقم ومكة لم تعلمي. ومكة لم تعلمي. ومكة لم تعلمي. فاصدع بما تؤمر يا محمد مناديا. وأنذر العشيرة من نسب وجيرة. هنا ارتقى على الصفا يريد سمعا منصفا. فأنزلت بعد السبب تبت يدا أبي لهب. تبت يدا أبي لهب. والمسلمون حوربوا واتهموا وكذبوا. فبعضهم قد هاجر بدينه محاذرا إلى بلاد الحبشة عن الأيادي الباطشة. عن الأيادي الباطشة. وهاجروا مجددا لما تكالب العدا. وقطع الرسول كفرا بما يقول. واشتد وقع الكرب لدى حصار الشعب. ثلاثة في عدها عند انقضاء حدها. ثلاثة في عدها عند انقضاء حدها. عند انقضاء حدها. وثم مات عمه. ثم تلت زوجته. فازداد حزن المصطفى لكن ربه اصطفى. وراح للسماء في رحلة الإسراء. ثم رأى الأنصار فآمنوا انتصارا. وبعدها في العقبة ببيعة مرتقبة أرسل مصعبا بما يرشدهم معلما. أرسل مصعبا بما يرشدهم معلما. وثم في الثانية زيادة الجماعة. وهكذا قد تمت أحداث عهد مكة. أحداث عهد مكة. أحداث عهد مكة.
بعينيك أمي تطيب الحياة ويرتاح قلبي مما شكا، وأبصر جنات ربي التي أعدت لمن بر أما ترى، أعدت لمن بر أما ترى. فديتك بالروح يا رحمة من الله تأخذني لرضا، تحملت وهنا على وهن وما زال قلبك يودي شذا، وما زال قلبك يودي شذا. الحنان وأنت الأمان، وأنت لقلبي جميل منى، إذا غبت عني اختفت بهجتي وسرت بهمي إلى منتهى، وسرت بهمي إلى منتهى. الشجرة ذات الغصون النضرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة؟ فانظر وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة. انظر إلى الشمس التي جذوتها مستعرة، فيها ضياء وبها حرارة منتشرة. من ذا الذي أوجدها في الجو مثل الشررة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة. ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. انظر إلى الليل فمن أوجد فيه قمرة، وزانه بأنجم كالدرر المنتثرة. ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة. ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. وانظر إلى الغيم فمن أنزل منه مطرة، فصير الأرض به بعد اغبرار خضرة.
ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. وانظر إلى المرء وقل من شق فيه بصره، من ذا الذي جهزه بقوة مفتكرة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. درس جلي بالنسبة
شخص جلي بالنظر كالسرى كان وضوحه كالليل كان إذا ستر كل يريد وجوده إن غاب يفقد كالقمر إن غاب يفقد كالقمر عجبا تقوى الإله نجا من نجا وفاز وصار إلى ما رجا ومن يتق الله يجعل له كما قال من أمره مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وإن ضاق أمر به فرجا وأي الخلائق إلا غدا إلى الله مفتقرا أحوجا فبالله فاستغن عن خلقه فلا نفع من غيره يرتجى ووجه بصدق إلى بابه فلم يلفه مرتج مرتجى إليه التجئ وارتجي إنه هو المرتجى وهو الملتجى وكن إن توالت إليك الهموم مليا بذكراه مستبهجا ونفسك من شؤمها صفها وكل دسائسها مخرجا ومن ذل عصيانها اخرج بها إلى عز طاعة رب الحجى إذا خالت النفس من إثمها تجلى الضحى وتولى الدجى ونفس الفتى مسكن مظلم ومن يحيه بالتقى أسرجا ومن يحظى من ربه بالهدى نجا والموفق من قد نجا. في هجرة الرسول في هجرة الرسول مختصر مقولي مختصر مقولي في هجرة الرسول في هجرة الرسول مختصر مقولي مختصر مقولي في هجرة الرسول مختصر مقولي فبعد أن أقامه بمكة أعوامه نعدها بالألسنة 13 سنة 13 سنة أرادها مولاه لأجل من دعاه أن يقصد المدينة يقضي بها سنين فضمه الطريق ومعه الصديق
ومعه الصديق. واحتميا في الغار عن أعين الكفار، ووصلوا قباء فشيدوا البناء لأول المساجد. ما زال خير شاهدي، ما زال خير شاهدي. وثم في المدينة أعلى الإله دينه بالهجرة الشريفة واللحظة المنيفة. بنى النبي مسجده مع الصحاب شيدا، مع الصحاب شيدا. كانت لدى ابن مالك دار لخير مالك، أخى النبي فيها بين الورى توجيها. فاجتمع الأنصار وصحبه الأخيار، وصحبه الأخيار. وشرع الأذان فشهد الزمان في السنة الأولى لنا بلال حين أذنا. وشرع الأذان فشهد الزمان في السنة الأولى. محمد رسول الله. يا من يحب المصطفى محمدا، ومن مشى على هداه واقتدى. أهديك دوحة علت في النسب لأشرف الخلق وأزكى العرب، لأشرف الخلق وأزكى العرب. قد جاءنا من أصله العدنان بالدين والأخلاق والقرآن. محمد أبوه عبد الله، سيرته تطيب في الأفواه، سيرته تطيب في الأفواه، سيرته تطيب في الأفواه. وجده المشهور عبد المطلب، إليه أمجاد الكرام تنتسب. يليه هاشم مجيب الضيف، من سن رحلة الشتاء والصيف. كل حين صلى عليه الله كل حين. وجاء في الصحيح حتى نعلمه كيف اصطفاه ربه وكرمه، واختاره مشرفا مكانه من هاشم قريش مع كنانة. من نسل إسماعيل شاء الله، ميراث إبراهيم قد أتاه. صرتم بذاك إخوة في الدين، صلى عليه الله كل حين، صلى عليه الله كل حين، صلى عليه الله كل حين، صلى عليه الله كل حين. كبر الكون وصام ودعا،
والمدى أذان حيا للحياة. كيف يا شهر تمر مسرعا لم تزل تمسح عن قلبي عنا. كيف يا شهر تمر مسرعا لم تزل تمسح عن قلبي عنا. أرسلته محمدا هدى يضيء في المدى، في أول الوحي يرى رؤيا منام وهدى، رؤيا منام وهدى. وثم يخلو بحراء تعبدا تفكرا حتى أتى جبريل لكي يكون منذرا، لكي يكون منذرا. فقال اقرأ للنبي مكررا للطلب، وما أنا بقارئ أجاب دون كذبي، وما أنا بقارئ أجاب دون كذبي. جبريل بعدها انطلق يتلو بداية العلاق، وثم عاد المصطفى في رهبة وفي قلق، فهدأت من روعه وكررت في سمعه خديجة تطمينها تمدح حسن طبعه، تمدح حسن طبعه. أرسلته محمدا هدى يضيء في المدى، في أول الوحي يرى رؤيا منام وهدى، رؤيا منام وهدى. قد شهد ابن نوفل له بخير منزلي، وقال جاءك الذي أتى لموسى الأول، وقال جاءك الذي أتى لموسى الأول، أتى لموسى الأول. الحب لك والحرف لك والشعر إن غنى فلك،
يا سيد الثقلين ما أندى يديك وأجملك، صلى عليك الله من زاح الدجى. أودار نجم في فضاءات الفلك، اللهم صل على محمد وعلى الكون أشرق والحياة، الله أرسله لنا حتى نسير على خطى، هو قدوة لنا ومن أطاعه أطاع الله، هو قدوة لنا ومن أطاعه أطاع الله. من نوره ومن ضياه الكون أشرق والحياة، الله أرسله لنا حتى نسير على خطى، هو قدوة لنا ومن أطاعه أطاع الله، هو قدوة لنا ومن أطاعه أطاع الله. أجيئك والذنوب تنال مني، وأخفي في حشا نفسي صراعه، وتبطئ دعوتي في حال يسري، وتأتيني عطايا صراعا. وأدنو منك شبرا فيه شح، وتفريط وتدنو لي ذراعا، ماشيا وتجيء سعيا، فتجزي خطوة المضطر باعا، أحبك روم تقصيري بقلب تقول له صفاتك لن ترى، يا من إليه جميع الخلق يبتهل، وكل حي على رحمانه،
القلوب وما تحت الثرى أنت المنى وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل أنت الغياث لمن سدت مذا أنت الدليل لمن ضلت به السبل إنا قصدناك والآمال واقعة عليك والكل ملهوف والكل ملهوف ومبتهل فإن أفرت فعن طول وعن كرم وإن فأنت الحاكم العادل تنهمر السعادة في الصدور زد من الرحمن قربا كي يعانقك السرور علق الروح بربك واملأ الأرجاء نور كل من طاع الإله يذوب في أحلى شعور في رحاب الله تنهمر السعادة في الصدور زد من الرحمن قربا كي يعانقك السرور علق الروح بربك واملأ الأرجاء لا شعور فظلام ثم نور وحياة من بعده إن أراد الله شيئا قال كن فهو يكون
قلبي محفور صغته حروف من نور صغته حروف من نور كم تهوي الأفئدة إليك ويطوف القلب حواليك بقلوب الناس حنانيك يا عبق الوحي المنشور يا عبق الوحي المنشور يا بيت الله المعمور زورتك هناء وسرور واسمك في قلبي محفور صغته حروف من نور صغته حروف من نور كم يشهد صحنك توبة وتهز حماك ضراعات فبأرضك تهمي الرحمات وقوى الشر لديك تخور وقوى الشر لديك تخور قبلت أجر خطاياي وتركت ورائي دنياي وتوسلت إلى مولاي ليفوز بحج مبرور ليفوز بحج مبرور يا بيت الله المعمور زورتك هناء وسرور واسمك في قلبي محفوظ صغته حروف من نور صغته حروف من نور إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا فما كل من تهواه يهواك قلبه ولا كل من صافيته لك قد صفا إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا وينكر عيشا قد تقى بالأمس قد خفا ف
فسلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا وتستمر سلسلة في السيرة المؤصلة في السيرة المؤصلة قد صبر العباد فكتب الجهاد فشمروا وجدوا رمى النبال سعد وعرفت غزوات يرى بها الثبات سبع هي المشتهرة لدى قتال الكفرة بدر وبعدها أحد وبعد خندق فعد وخيبر وفتح لمكة يصح حنين قبل ختمها تبوك كي تتمها وقد جرت أحداث بخيرها نغاث في السنة الثانية للهجرة الغالية تحويل وجه القبلة من قدسنا لمكة كما النبي قد أحب وكان في شهر رجب وفرض الصيام يزهو به الإسلام في شهر القرآن كالغيث للإنسان وشرعت في الشهر لنا زكاة الفطر صام النبي بالعدد تسعة أعوام تعد ودأبه الصيام والجود والقيام يدارس القرآن مع جبرائيل كان يحب الاعتكاف عن نومه تجافى من نوره ومن ضياه الكون أشرق والحياة الله أرسله لنا حتى نسير على خطى هو قدوة لنا ومن أطاعه أطاع الله هو قدوة لنا ومن أطاعه أطاع الله من نوره ومن ضياه الكون أشرق والحياة الله أرسله لنا حتى نسير على قدوة لنا ومن أطاعه أطاع الله هو قدوة لنا ومن أطاعه أطاع الله صلوا على خير البشر من جاء بالدين الأغار من طابت الدنيا به وجماله فاق القمر صلوا على خير البشر من جاء بالدين الأغار صلوا عليه و
وسلموا ما حج حاج واعتمر. هو الله كمل أوصافه وسماه بين الورى أحمدا، فما منقص فضله ساخر، ولن يحجب النور لما بدا، ولن يحجب النور لما بدا، دمانا فداه وآباؤنا، فما غيره اليوم من مفتدى، دمانا فداه وآباؤنا، فما غيره اليوم من مفتدى، فما غيره اليوم من مفتدى.